مرحبا برج الثور، هذا قراءتك العاطفية. بشكل عام النظرة العامة لقراءتك يا برج الثور، قراءتك خفيفة، الطاقة خفيفة، سهلة، الأمور ليست معقدة إلى درجة كبيرة، لأن هذا الشخص لا أراه مهما هو كان حاليا، مهما كانت مكانته، هذا الشخص لا يحاول أن يوقف العلاقة أو يدخل بينك وبين الشريك، هو مجرد قاعد يحاول أن يخلي شريكك عقلاني أكثر، متزن أكثر، يستخدم عقله أكثر من مشاعره فقط. يعني أنت عندك فارس الأغصان، فارس جدا مندفع، طاقته طاقة نارية، عندك كارت العالم، انتهاء جميل وأيضا بداية أجمل لمرحلة وفصل قادم في حياتك، وعندك كارت القوة. أرى أنك حاليا احتمال أنك انتهيت من شيء مهم في حياتك، كأنما ختمت فصل معين، ممكن يكون أنك تخرجت، ممكن يكون أنك توظفت، ممكن يكون أنك انهيت سن معين، بس في شرط مهم الأهل وضعوه عليك، أو حتى ممكن يكون عقد، أنت وقعت عقد مع شركة، مع شخص، انتهى عندك هذا العقد، فأنت حالياً كأنما متخرج أو منتهي من هذا الفصل عندك، وجداً مرتاح، عندك طاقة الاحتفال، طاقة اللي أنهيت المشروع الأول بنجاح، احتمال أنك أنهيت زواج، احتمال أنك أنهيت دراسة، ولكن أرى أن هذا الأمر كان مثل اللي مفروض عليك. شلون يعني؟ يعني مثل إذا وقعت عقد في بنت كان مخليك لا تستطيع أن تكون مع الشريك اللي في بالك، أو مخليك بعيد عنه، انتهت هاي المرحلة أو على وشك أن تنتهي، فتفائل عزيزي. كرت برج العالم من أجمل الكروت حق الطاقة الجديدة، البدايات الجديدة، لأن بعدها أنت تتحول طاقتك إلى فارس الأغصان، الطاقة النارية، أنت أسرع فارس موجود، أنت جدا منطلق، ومنطلق بشغف نحو بداية جديدة في حياتك، احتمال نحو حب جديد أو حب راح يتجدد مع شريك عندك حالي أو سابق، انتو اثنينكم راح تدشون في فصل جديد، والظروف مثل ما قلت لك شيء مغصوب عليك، الظروف أو المحيط هالمرة راح يكون معاكم مو ضدكم، هذا شيء جدا جميل. وعندك كارت القوة، سبب وجود هذا الكارت احتمال هو اندفاعك يا برج الأسد، احتمال يحذرك ان لا تندفع بقوة، حتى وان كنت مندفع حاول شوية ان تكون عندك نوع من التعقل، نوع من كارت الأسد. هو كارت برج الأسد او القوة دائما يتكلم عن الانسان اللي قاعد يروض الأسد، فانت داخلك أسد، وأسد عندنا وأيضا أسد، عندك شغف جديد، عندك انطلاقة كبيرة، كأنما أنت سيارة سريعة مو قادرين يوقفونك، لشخص معين، لحياة جديدة مع هاي الشخص، وهي من حقك، لأن تبين مرحلة إن شاء الله راح تكون جدا جميلة، ولكن مطلوب منك فقط إن شوي أنت تروض، تسيطر على الشغف اللي داخلك بخصوص هذا الشخص، إن شوي تخلي الأمور تاخذ وقتها، كل مرحلة المفروض لها جمالها، في مرحلة للتعارف، في مرحلة للارتباط، في مرحلة للإنجاب، فهاي وجود الأسد في ثلاث كارتات عندك يخبرني أن روض نفسك، عندما تسيطر على نفسك الداخلية، رغباتك، حتى وإن كنت مثلا الآن أنت مستعد أن ترتبط بهذا الشخص تتزوجه، ولكن محتاج منك ان انت شوي تتزن في رغباتك، تحط النقط على الحروف، في امور مع هذا الشخص محتاج ان تحط النقط على الحروف معاه، فيها يكون اتفاق قبل ان يحدث الارتباط، عشان ما ترجع في نفس الدوامة. كرت العالم هو ايضا عبارة عن مثل الدائرة، اهم شيء عندك في هاي المرحلة مثل ما قلت لك انت تسيطر على رغباتك، يعني مو انت تنهيها، لك حق في هاي الرغبات، ولكن فقط سرعتها، قوة اندفاعها، شوي سيطر عليها، خصوصا لما يكون عندك شريك ماخذ طاقة ملك السيوف، الملك المتعقل،
وأيضا أرى أن شريكك هذا مجرد واجهة إليك، هو مندفع أكثر منك، هو لديه شغف فيك أكثر منك احتمال، ولكن لا يظهر الأمر. لأنه مو قاعد يظهر الأمر إليك، فقاعد كأنما يثبت العلاقة. العلاقة قاعدة تصير مثبتة. لما يكون في شخصين مندفعين رح يكون في تصادم، طال الوقت أو قصر رح يكون في تصادم في المنتصف بينك وبينه. فهذا الشريك ماخذ طاقة ملك السيوف، أنت ماخذ طاقة فارس. احتمال أيضا أن بينكم فرق سن، أو احتمال أنك رح تلتقي بشخص أكبر منك، أنت أكبر منه، ولكن أرى أنه بالعادة هو أكبر منك، شخص لا تجاربه في الحياة، وصل إلى مكانة جدا مميزة، شخص رسمي ودبلوماسي، عنده كاريزما. من داخله هو مثل الطفل الصغير، جدا سعيد باهتمامك ورغبتك فيه، ولكن في نفس الوقت يحاول أن يتعقل، لأن عنده طاقة ستة الأكواب. الطاقة هذه بشكل عام ممتازة، ولكن في هاي القراءة توحي لي أنه عنده دائما نمط، يعني تكرار تصرفات معينة تؤدي إلى نفس المطاف. يعني كل مرة، مثلا نفرض كل مرة يقع في الحب يتصرف بطريقة معينة تؤدي إلى انتهاء العلاقة أو خسارة الشريك. فهو حاليا يحاول أن يعيد برمجة نفسه، وأيضا أتمنى أن أنت تكون عامل مساعد إليه، لأن هاي النمط حتى وإن كان عاجبك وراضي فيه حاليا، على المدى الطويل راح تحس أن هذا الشخص يتحكم فيك. هو حاليا يحاول أن يتحكم في نفسه من أجل أن لا يتحكم فيك. عند كرت الساحر، كرت الساحر أيضا كرت جدا إيجابي، ولكن كل كرت له جانب إيجابي وجانب سلبي. فاحتمال أنه كان من النوع اللي جدا شغوف مثلك، جدا شغوف، ولكن في بعض المواقف يحاول يتحكم في الطرف الآخر، يحاول أن يكون المسيطر، يحاول أن يكون الكل في الكل في حياتك. هذا الشخص مو بس عنده نمط، عندما يدخل حياة الحبيب يدخل في كل تفاصيله، يضع أنفه في كل شيء، حتى في علاقاتك الخاصة بأهلك، وأنت طاقة الأهل حاضرة عندك أيضا. احتمال أنك التقيت فيه من قبل ولكن لم تحدث موافقة على الزواج، وهو أيضا أخذ الوقت أن يراجع نفسه في أمور معينة لازم يعمل عليها بخصوص نفسه. دائما يقع في نفس النمط، ودائما النمط هذا يكلف أن يخسر العلاقات اللي من حوله. ولكن الخبر الجيد إن حاليا لديه طاقة ملك السيوف، وحتى إن كانت مجرد واجهة، هذا الشخص يحاول أن فعلا مع أنه ناضج في السن ومستقر يحاول أن يحدث تغيير كبير في حياته، لأن الماضي بالنسبة له كان قاعد يتكرر لفترة طويلة. احتمال أن لديه تاريخ حافل بالعلاقات التي فشلت، فمن أجل هذا مطلوب جدا أن يغير نمطه. فهو قبل يحاول أن حتى قبل من أجل ذلك يقول لك خفف أنت اندفاعك، عشان لما توصل في الوسط لهذا الشريك تلتقون في نقطة في الوسط تكون أنت متزن وهو أيضا تغير. مطلوب منك الاتزان، مطلوب منك التغير. الشخص اللي في الوسط ممكن يكون أي شخص، شريك سابق لك، شريك سابق له، ولكن الطاقة العامة توحيلي أن هذا الشخص عندنا ثمان خماسيات، عندنا كارت تمبرنس الاعتدال، وعندنا كارت ثمانية الأكواب. رقم ثمانية بالنسبة لي دائما يعني الانسجام، دائما يعني التآلف. هذا لا أرى أن شخص يحاول أن يفرقكم، ممكن يكون أيضا شخص من أهلك مو قاعد يحاول يفرقكم أو يؤخر علاقتكم أو يؤثر سلبا على العلاقة، حتى وإن كان شريك سابق. هذه أبدا ليست نيته، هذا الإنسان نيته طيبة، قاعد يحاول أن يساعد هذا الشخص، كأنما علاج نفسي يمر معاه فيه، يحاول يساعد هالشخص ينظر إلى علاقاته السابقة فيما أخطأ في السابق. عندنا ثمانية الأكواب اللي كرت الرحيل، أوكي؟ الندم، الخسارة في الماضي. قاعد يحاول يخليه يشوف فوين أخطأ هو في السابق، ويعمل على نفسه،
يعمل يغير من الجوانب اللي فعلا محتاج أن يغير نفسه فيها، حتى وإن كان صعب، لأن التغيير يكون أصعب لما أنت تنضج في السن تكبر. لكن يحاول، عنده كارت التمبرانس، قاعد يحاول كأنما يقول له حتى وإن وقع اختيارك على برج الثور وأنت مقتنع فيه وأنت تحبه، مش معناته أن الآن وقت الارتباط أو وقت الخطوات الكبيرة. الأولوية لك يا شريك برج الثور أن تعالج نفسك، لأن نفسك هي اللي سببت خسارتك للأشخاص اللي في السابق، ورح أيضا تسبب خسارتك لبرج الثور إذا استمر الوضع على ما هو عليه. أنت لازم تشتغل على نفسك. فيه جوانب هذا الشخص جدا إيجابية، احتمال أنه جدا كريم، أرى أنه شخص كريم، محب، معطاء، لما يكون في حياتك يكون فعلا موجود، وشخص جدا وفي. السيف لا ينافق، حتى وإن وترك أو ضغط عليك ولكن لا ينافقك، ولكن احتمال لأنه هو يستعمل الكثير من الحب في بعض الأحيان، الكثير من الاهتمام، الكثير من التدخل، ينتهي به المطاف إلى أن مثل اللي كأنه قاعد يخنق الشريك، سواء أنت أو اللي قبلك. فهو جدا هذا إنسان مركز على أن يساعده، ممكن يكون حتى صديق، أب، أخ، قاعد ينصحه، يريه أخطائه، وقل له أنت لازم أول تعمل على نفسك، لأن هذا الشخص كأنك أنت يا برج الثور قاعد يقول عنك هذا شخص لن يتحمل هذا النوع من التصرفات. احتمال لأن أنت صبرك قليل، مش برج الثور صبره قليل، لا، أنت رح يكون صبرك قليل على هذا النوع من التصرفات، هذا النمط اللي موجود عند هذا الشخص. فهذا قاعد يحذره وقاعد يحاول يساعده أنه يتغير. فهذا الشخص أشوف أنه نيته جدا طيبة، وإن كان كلامه سيؤخر الارتباط بينكم، سيؤخر العلاقة، ولكن التغيير لابد منه، أساسي. أتمنى أنك تتفق معي. كأنما قاعد يقول له أيضا الأفضل أن تتأخر حاليا وتعمل على نفسك، تضبط وضعك، أفضل من أنك تنطلق نحوه وهو ينطلق نحوك وبعدين تخسر، لأن أنت ما عالجت نفسك. احتمال أيضا يطالبه بالاعتدال، يمكن راح يكون في تخوف من هذا الطرف، لأن أنت شوي ألاحظ أن محيطك يختلف عن محيطه، تعود على أشياء هاي الشخص لم يتعود عليها، يمكن أنت مدلل أكثر من العادة، يمكن أنت وحيد أهلك، يمكن أنت إما الذكر الوحيد أو البنت الوحيدة في المنزل، ولكن ألاحظ أن يعني طاقتك صغيرة وجدا دلوعة. هذا الشخص طاقته جدا جادة، فقاعد يحاول أنه يوصله يفهم طاقتك أنت عشان يقدر يتعامل معك، لأن الشخص جدا جاد ومتعلم أنه يكون عصامي كملك السيوف. صعب أنه يرتبط بشخص متعود أنه دائما يحصل على مراده. فارس الأغصان، ما حد عنده كاريزما الجميع يحبه، ما حد يقدر يقول له لا. فكأنك أنت راح، لو سمعت منه لا، لو شفت منه الطاقة الاعتيادية، طاقة السيوف، راح تقول لك ردة فعل شوي قوية. فمن أجل هذا الشخص قاعد يحاول يسوي وساطة، وإن شاء الله تكون وساطة خير بينكم يا برج الثور. راح أسحب لك كرت واحد تبع إذا الوضع راح يكون فيه مفاجأة، المفاجأة في المستقبل. Assistance Control بالضبط. شنو قلت لك هذا الشخص يحاول يسوي؟ The Horse King، ملك الخيل أو ملك الحصان، دائما هو يعني الملك اللي يأتي على حصانه لمساعدة الآخرين. Assistance المساعدة، الكنترول التحكم بالضبط. اختصار لجميع ما قلت لك. احتمال أيضا أرى في هاي الصورة أن هذا الشخص رح يأتي مندفع باتجاهك، مثل اندفاعك، ولكن هذا الشخص راح في آخر لحظة راح يوقفه، حتى وإن لم تكن تتوقع، حتى وإن كنت حاليا متوقع من الشريك الارتباط أو الزواج، راح يكون في توقف تام
لجميع العمليات والإجراءات بينك وبين الشريك حتى إشعار آخر بسبب تدخل، ولكن تدخل إيجابي، تدخل بطيب نية من هذا الشخص. احتمال يكون أب، صديق، يعني نفس الجنس، صح؟ راح يقول له حان الوقت أن أول تضبط وضعك، تفهم من هو هذا الشخص، تحلله كما يحلل ملك السيوف، تفهم طبيعة هذا الشخص اللي هو برج الثور، تفهم أطباعه، الحياة اللي متعود عليها، عشان بعدين تدخل في حياته. كأنما يعطيه الضوء الأحمر، يقول له هني ستوب، حان الوقت لإعادة التقييم، ومن ثم التغيير، ومن ثم التوجه نحو من تشاء. أتمنى أن القراءة نالت إعجابكم مثل ما نالت إعجابي. طاقتكم جدا جميلة برج الثور، بالتوفيق.